التصوير بعد صلاة الجمعة. اتفضل يا فندم يا جماعة. احنا فقدنا خسارة كبيرة جدا. بعدينا كده القناة. انا بس صاحبي في الاستوديو. مش كنت مجد عربي. انا حسن. انسان برد وراك. الحقيقة ان الاستاذ سمير يعني مصيبة كبيرة جدا. اننا الدنيا كلها. ارجع بيدك سنة ورا. انا تلقيت رسائل وتلقيت. انت جاي عليا. كل النقابات الوطن العربي يعني تاب يجي شويه هذا الرجل العظيم تاب كان يجي شويه من اللي اسعدنا وحقنا وانفعنا هذه الجلسه ربنا يرحمه العربي طبعا احنا فقدنا قامه وقيمه كبيره جدا الفنان لن يتكرر طبعا سمير غانم يلا اشتغل الفنان ده يلا عبد العزيز بعزي دنيا وبعزي بعزي كل الأسرة كل المسلمين ما عمل تصوير تواصلوا مع بعض يا فندم يا جماعة تواصلوا مع بعض